مساء الخير يا شباب، النهارده هناخد لسن 7 في يونت 1 في الالجبرا لتو كونجيجيت نمبرز. تمام، السيشن دي ظريفه جدا وهتحبوها وهتحسوها سهله وهتفيدنا كتير قوي قوي في حياتنا كلنا وفي السنين الجايه ان شاء الله. هنا بيقول لك if a and b are two positive if a and b are two numbers positive rational numbers طبعا عشان تحت الجذر that each of the two numbers root a plus root b and root a ناقص root b is conjugate to the other one and we find that يعني ايه الconjugate numbers هم براكت في نفس التربين هم بس مع اختلاف الاشاره واحد بلس واحد ماينس دول لو مسكتهم ضربتهم جمعتهم على بعض هيطلع 2 root a على طول والبرودكت بتاعهم على طول حفظ sum the square of the first minus the square of the second على طول ماشي. طب ما انت دي لو جربت تعملها الاول في الاول والاول بتاع هتلاقي ايه الميدل تيرمز طيروا بعض هيطلع ايه القانون ده على طول فانت احفظه عشان تبقى سريع معاك في المسائل. اوكي هنا فور اكزامبل عندك root 3 minus root 2 is conjugate is على طول من غير ما نبص root 3 plus root 2 we find that there's some 2 3 وال product 1. اوكي ده طبعا the product of two conjugate numbers is always a rational number على طول لازم يطلع رقم صحيح 9 8 نيجاتيف 1 ما ينفعش يطلع root مثلا 7 root 2 ما ينفعش يطلع الكلام ده لازم هيطلع رقم rational number. نكمل طيب بيقول لك if we have a real number whose denominator is written in the form of root a plus root b or root a minus root b we should put it in the simplest form by multiplying both denominator and denominator by the conjugate of the numbers. يعني بيقول لك لو لقيت root تحت لو لقيت يعني denominator او عندك rational number denominator بتاعه مكون من root plus root او root minus root على طول وانت مغمض من قبل ما تقرا السؤال اضرب فوق وتحت في الايه في الconjugate number عشان ايه المساله تتبسط معاك. خلاص نشوف بقى ايه على طول ايه اول سؤال عشان نترجم اللي احنا بنقوله ده. بيقول لك هنا رايت ذا نمبر رايت ذا نمبر كذا 4 على روت 7 ماينس روت 3 في ذا سمبلست فور يبقى 4 على روت 7 ماينس روت 3. اول حاجه هنعملها لقينا روت تحت اهو لقينا روت ناقص روت تحت على طول نضرب ايه في الكونجيجيت فوق وتحت جاست طبعا تضرب ايه يعني تضرب تحت وتضرب ايه فوق ايه الكونجيجيت بتاعه هو روت 7 بلس روت 3 هنا روت 7 بلس ايه روت 3 خلاص ايكوال ايه بقى على طول احنا عارفين ناتج الكونجيجيت تحت بيطلع ايه سكوير الاول اللي هو 7 ماينس سكوير الثاني اللي هو 3 وفوق هيبقى ايه يعني مش ممكن تكتبه كده هتبقى مش عايز تكتبه 4 روت 7 بلس ايه 4 روت 3 عايز تخلي ال 4 بره مش مشكله هي يبقى هتبقى ايه 4 روت 7 بلس 4 روت 3 على 7 ماينس 3 اللي هي 4 الله طب ما ال 4 راح مع ال 4 راح مع ال 4 بتساوي ايه روت 7 بلس روت 3 عكس اعتقد في المساله الثانيه اهي بتاعت في عندك اف اكس بتساوي 4 على 2 ماينس روت 2 والواي بتساوي 3 ماينس 2 روت 2 على 3 بلس 2 روت 2 write each of x and y such that its denominator is a rational number then find x and y. طيب هنجيب ال x اهي وماينس 2 عشان نبسطها هنعمل ايه؟ هنضرب تحت في ال a في ال conjugate ال conjugate بتاع 2 ماينس 2 هيبقى هو بس باختلاف الاشاره يبقى 2 بلس 2 وفوق 2 بلس 2 اوكي يبقى تحت هيبقى ايه سكور الاول اللي هو 4 ماينس سكور الثاني اللي هو 2 وهنا على طول هتبقى ايه؟ هنضرب ايه 4 بقى 2 بلس ايه 2 خلاص هتبقى 4 2 بلس 2 على 2 باي 2 1 باي 2 2 يبقى ايه 2 في 2 بلس 2 ادي كده الاكس واي بتساوي 3 ماينس 2 2 على 3 بلس 2 روت 2 اوكي هنضرب فوق وتحت فين؟ في الكونجكت الكونجكت بتاع ده اللي هو ايه نفسه بس بالاشاره مختلفه وده ايه 3 ماينس 2 روت 2
طيب equal ده هيبقى الكونجوجيت بتاع السكوير الاول اللي هو 9 ماينس سكوير الثاني اللي هو كام؟ ده 4 4 في 2 اللي هي 8 يعني ده 12. فوق بقى هيبقى ايه 3 ماينس 2 2 وول سكوير تمام. اوكي يبقى 3 طبعا 9 ماينس 1 يبقى على طول 3 ماينس 2 2 سكوير يبقى x بلس y 2 على 2 بلس 2 بلس 3 ماينس 2 2 مور سكوير تمام ايكوال هنفك ده اللي هو هيبقى 4 بلس 2 2 وهنفك ده ايه براكت باور 2 الاولاني باور 2 بلس الثاني بالإشارة بتاعته باور 2 بعدين بلس الأول في الثاني بالإشارة بتاعته في 2 خلاص يبقى يكون 4 بلس 2 2 بلس 9 بلس طبعا ده الباور يتوزع على كله وياكل النيجاتيف يبقى ايه 2 باور 2 4 و 2 باور 2 2 يبقى 4 4 اللي هو 8 بعدين 3 تايمز نيجاتيف 2 تايمز 2 تبقى نيجاتيف 12 ودي روت 2 خلاص هنجمع اللايك تيرمز مع بعض اللي هي الكونستنس دي مع بعض 4 بلس 9 13 بلس 8 21 2 ماينس 12 اللي هو ماينس 10 خلاص ادي خلاص كمل رايت ايتش اوف ذا فولوينج such that the denominator is a rational number يعني كان بيقول لك ايه اضرب في او بيقول لك rational number يعني ايه اللي بتضرب في الكوينج خلاص يبقى 12 على 6 minus 2 حتى هتضرب هتبقى ايه هتضرب فين فوق وتحت في الكونجكت يبقى root 6 plus root 2 ودي root 6 plus root 2 equal 12 root 6 plus root 2 تمام هنا هتبقى الاولاني سكوير ماينس الثاني سكوير اللي هو يبقى 2 خلاص يبقى 12 و 6 ماينس 2 اللي هي ايه 4 في روت 6 بلس روت 2 12 ديفايد باي 4 بكام 3 روت 6 بلس روت 2 رقم 2 روت 8 على 3 بلس 2 روت 2 هنضرب في الكونجكت 3 ماينس 2 روت 2 ايكوال تحت هيبقى الاولاني سكويرد ماينس الثاني سكويرد اللي هو 2 روت 2 باور 2 على طول ايه يبقى الباور بيتوزع يبقى 2 باور 2 4 وروت 2 باور 2 2 يبقى 8 اوكي بعدين هنا ايه روت 8 في 3 ماينس 2 روت 2 خلاص يبقى ايه طبعا ده 1 تحت يبقى روت 8 في 3 ماينس 2 روت 2 مش هتقل اكتر من كده خلاص نكمل بيقول لك هنا اف اكس اف اكس بتساوي 2 على روت 5 ماينس روت 3 والواي بتساوي روت 5 روت 5 ماينس روت 3 find prove that x and y بقى بيقول لك prove that x and y are conjugate numbers وthen find the value of each of يبقى أول حاجة هتخلي ال x تضربها في conjugate فوق وتحت عشان خاطر ت simplify it عشان تثبت إن إيه x and y are conjugate ف 2 على root 5 minus root 3 هنضرب فوق وتحت إيه root 5 plus root 3 تحت هيبقى 25 انا اسف روت 5 سكوير باي ماينس 3 طبعا هتبقى 2 روت 5 بلس روت 3 على 2 كده ايه تمام طلعت ايه فعلا كده الاكس ايه كده والواي كده يبقى ذيرفور ايه كونجكت نمبرز ذن فايند ذا فاليو اوف ايه كذا وكذا وكذا تمام
الترمز ايفن. تمام، فاحنا عندنا بس نمسح الكلام ده عشان نفك على نفسنا شوية. كونجكت خلاص احنا عارفينه ايه ده كونجكت مع كونجكت براكت مكون من تو روت، هو بالظبط مع اختلاف الاشاره يبقى على طول ايه الكونجكت، يبقى ده هيبقى 5 ماينس 3 خلاص اللي هو طيب بلس الاخر براكت الاولاني سكوير روت 5 هول سكوير بلس الثاني بشرطه سكوير بلس الاولاني في الثاني بشرطه، الاولاني بشرطه والتاني بشرطه في اتنين، قصدي يعني الاولاني بشرطه عشان نجد في روت 3 بالنجم خلاص، وهو ده كده خلاص. يبقى ده نبسط ده شويه يبقى روت 5 في سكوير اللي هو كام؟ نخليها برضه في براكت اللي هو 5 بلس 3 بلس 2 روت 5 في روت 3 تمام بلس 2 في 2 اللي هو 4 اخر براكت اللي هو اخر براكت اللي هو ايه اخر براكت اللي هو ايه ده اللي هو هيبقى برضو ماينس روت 3 اول سكوير اللي هو 3 بلس روت 5 اول سكوير اللي هو 5 جماعه ده انا ثانيه مش اوكي روت 3 وروت 5 نزلت هنا، انا اسف. بعد كده الاولاني في الثاني ده كده صح، ده غلط، ده كده غلط تمام. الاولاني في الثاني في 2 اللي هو هيبقى ماينس 2 روت 5 2 روت 5 في روت 3 خلاص. طبعا ايه واضح قوي ان دي هتروح مع دي صح كده، هتبقى لك شويه ارقام كده جمعهم 5 بلس 3 8 بلس 4 12 بلس 3 15 بلس 5 ايه 20. يبقى انت كده جبت ان الاكس سكوير بلس الاكس سكوير بلس 2 اكس واي بلس واي سكوير ايكوال 20 خلاص. عايزين نجيب الترم الثاني طبعا ده، او ممكن نستفيد منه نخليه نقول ان الاي اكس سكوير ده بلس واي سكوير بتساوي ايه 20 ماينس 2 اكس واي صح كده. فانت هنا دلوقتي عندك الايه لو اخدنا رقم 2 ده هو اكس سكوير بلس الواي اكس واي سكوير بلس الواي سكوير ايكوال تو ايه. طيب انت عندك اكس سكوير ده بلس واي سكوير انت مطلعها ايه 20 ماينس 2 اكس واي، ممكن تعوض بيها لا 20 ماينس 2 اكس واي تمام بلس ايه اكس واي، يبقى ممكن تعوض بيها اللي هي ايه 20 ماينس ايه اكس واي خلاص. يبقى انت عندك بس الاكس واي بس اللي انت هتصفيها عشان الموضوع يبقى ايه سهل معاك، يبقى 20 ماينس اكس اللي هي روت 5 بلس روت 3 في واي اللي هو روت 5 ماينس روت 3
يبقى 20 ماينس 5 دول كونجكت مع بعض اللي هو 5a ماينس 3 يبقى 20 ماينس 2 ايكوال تو 18. تمام كمل. if x بتساوي 3 على 2 root 2 ماينس root 5 and y equal 2 root 2 ماينس root 5 find the value of the expression x squared minus y squared. طيب خلاص احنا اول حاجة على طول احنا حافظين هنلاقي root تحت هنضرب ايه في الكونجكت على طول. احنا الكونجكت هو نفس الرقم بس مع اختلاف الاشارة اللي في النص. تمام هو برضه 2 root 2 plus root ايه. طالما اي حاجة بتعرفها في حياتك كلها في الماس اي حاجة تضربها تحت تضربها فوق واي في اي كويشن اي حاجة تضربها على الشمال تضربها على اليمين عشان ما يحصلش حاجة في الرقم الأساسي. خلاص هنا هتساوي ايه ايكوال كام؟ 3 في 2 root 2 plus root 5 على الأولاني سكويرد اللي هو هيبقى 2 root 2 سكوير 2 باور 2 4 في root 2 باور 2 يبقى 4 في 2 اللي هو 8 على طول ماينس 5. 8 ماينس 5 اللي هي 3 صح يبقى ايه؟ كان 3 راحت مع 3. تمام؟ يبقى الاكس سكوير ماينس الواي سكوير ايكوال هنجيب الاكس اللي احنا طلعناها على طول اللي هو ايه؟ 2 root 2 plus root 5 4 سكوير ماينس واي سكوير اللي هو ايه 2 روت 2 ماينس روت 5 4 سكوير. اوكي هنفكها عادي جدا مفيش اي مشاكل. براكت تو باور 2 الاولاني باور 2 ممكن تبعتولي واتساب لأي حاجة انت مش فاهمها ابعتلك فيديو بيها على طول. اشوفكم على خير مستريح مضطر.